حاطين ميزانية لحلاوة المولد إن شاء الله، هنجيب علبة 150 جنيه. دخلت هنا المعرض، لقيت المعرض بيبيع اللي أنا عايزه، في نوع ب30 جنيه وفي نوع ب40 جنيه. بخش أعبي بقى اللي أنا باكله، اللي هو السمسم، الفول، الحمص، اللديدة، البسيمة، كل ده لقيته موجود في النوع، في نوع منه ب30 ولقيت نوع منه ب40 جنيه. فباخد علبة بعبي اللي نفسي فيه، باجي هنا بوزن بعبي. بس عبيت العلبة 3 كيلو 4 كيلو، كيلو بحسبه ب30 جنيه، طلعت معايا كويسة. الدنيا هنا أرخص من بره. يعني حضرتك حاطط من 100 ل 100، حاطط من 100 ل 150 في الحدود دي، يعني على قد يعني كده. جبت حمصيه وسمسميه وملبن وقشطه والحاجات بتاعت الاطفال دي بقى حضرتك، هم عشان خاطر عيال بس. وجيت هنا بقى عشان خاطر المكان كويس. كنت حاطه اكتر من كده بس لقيتها هنا رخيصه، يعني قلت الاسعار كانت السنه اللي فاتت عاليه شويه، قلت مثلا اجيب 2 كيلو وخلاص. يعني انا قلت 200 جنيه بس، يعني يا دول انا قلت 200 جنيه هجيب علبه ليا صغيره وعلبه لبنتي. يعني الحلاوه لا، انا كنت جاي زياره هنا يعني كده، فواحد صاحبي قال لي، قريبي يعني، قال لي ان الاسعار هنا كويسه يعني، فقلت اما نشوف. بس انا عامه احط ميزانيه معينه يعني، مثلا احط 300 جنيه بس، يعني انا قلت ايه نجرب كده النهارده يعني نشوف الاسعار هنا. بس طبعا ما فرقتش كتير يعني، لا يعني فردين، وانا والمدام وطفل طفلتين يعني اربعه. بس طبعا الاطفال يعني هياكلوا حاجات دي. والله انا نزلت النهارده عشان نشتري حلاوه المولد. تمام، السنه اللي فاتت كانت اسعار، والسنه دي اسعار تانية خالص مختلفه، في اسعار جديده فتحت الباب للناس ان هي تنزل تشتري. حتى اللي هيجي يتفرج، لو هيتفرج مثلا وخلاص هو برضه هيشتري. تمام، في انواع كتير يعني، مش نوع واحد مثلا، لا في كل الانواع موجوده ومتوفره وباسعار كويسه. الكيلو كله مشكل على بعض، بيتباع كله على بعض، حمصيه، سمسميه، بس اكتر حاجه الحمصيه، والحاجات الطريه برضو، القشطه، الكلام ده كله كله متوفر. يعني 300 جنيه مثلا، 300 جنيه 300 600 في الرينج ده. بس عملوا حاجات اكتر يعني، مثلا لو كان 2 كيلو ب 600 جنيه، لا ممكن تجيب 5 كيلو ب 600 جنيه. حاطط ميزانيه 500 جنيه، هجيب عروسه واجيب بقى حمصيه وسمسميه والحاجات اللي انا حاببها يعني. والله انا حاطه ميزانيه للعلبه 250 300، فبصراحه جيت هنا لقيت الاسعار كويسه، وكنت ناوي اجيب حصان لابن بنتي وعروسه لبنتي، لقيت الحاجه هنا فعلا مهوده وكويسه.